طب في حاجة بقى كانوا بيقولوها لنا زمان، كانت جدتي دايما تقول لي انه في معادلة عكسية ما بين محيط الخصر الوسط وعمر البني ادم، الاعمار بيد الله صحيح وكل حاجه، بس كل ما محيط جميل. الوسط زاد اتقصف عمر البني ادم بدري. تمام. هو ده اللي الكاتيتا بتقوله لي. دي تقسيمه فعلا طبعا. صح. صح. طيب ليه بقى في ناس، يعني انا مش جمل، ربنا ما خلقنيش جمل خالص، الناس اللي بتقعد تاكل تاكل واللي هو ايه ما لحقتش اكل رز قبل الاذان، قبل اذان الفجر، بياكل كتير قوي ويشرب ميه كتير قوي اعتقادا منه انه هيقتر الكلام ده على مدار اليوم هو تاني بيبقى يوم متطور. عشان ما يجوعش وما يعطش. عملنا واحنا صغيرين كده كنا متصورين ان احنا نقعد ناكل ناكل. انت كل ما بتاكلي تاكلي زي اللي يقول لك ايه، لما تكلمي مع حد وتاخدي التاريخ الغذائي يقول لك تخين عايز يخس، انا ما باكلش. وفعلا في حقيقه الامر طول النهار ما بياكلش، بس بياكل وجبه واحده ترفع مستويات السكر بتاعه في السماء تخزن. وتعمل ايه بقى؟ اللي بياكل في وقت ضيق حرقه بيقل طول النهار. لانه الاكل ده بيخليكي تحرقي، مش انت بتسمعي عن الحاجات السالبه؟ في اكل سلبي، يعني اكل التفاحية تحرق اكتر لما اكل مثلا، مع ان التفاحية دي فيها سكر عشان فيها فايبر. الحاجات اللي فيها الياف، قصه الالياف دي قصه مهمه. عشان كده تبص تلاقي المطابخ الاوروبيه، الحاجات بقى الارنبيطات، الحاجات اللي هي الاسبرجس، الحاجات عندنا زيها في مصر، عندنا جرجير وعندنا بقدونس وعندنا خس كل الحاجات دي، خصوصا للناس اللي عندهم كوليسترول عالي بيحسنهم. رمضان ده فرصه عظيمه لكل المرضى اللي مسموح لهم طبعا بالصيام، عشان دي حته مهمه لازم قبل لسه رمضان هنتكلم فيه. اروح للدكتور بتاعي انا مسموح لي بالصيام ولا لا. دي فرصة عظيمة ان هم مرضى والحوامل وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة، واللي بترضع لازم طبيب. اللي مصممة ان هي لسه والدة امبارح انها تصوم فالواد ما يلاقيش لبن يرضع، فقصص بقى. فدي قبل رمضان لازم، ادام انا مريض مزمن لازم اتجه للطبيب بتاعي واشوف انا هقدر اصوم ولا لا. فاتحين لايف يا دكتور على فكره، والاسئله ايه مستنيه حضرتك. مريض مزمن هو ليه حاله وضع زي اللي حامل، عنده سكر، اول يترضع، عنده ضغط، عنده كوليسترول عالي، عنده قلب، كل الناس دي لازم الدكتور يقول لي انا هقدر اصوم ولا لا. طيب ام مازن بتقول انا بفطر من هنا والصداع يمسكني من هنا، في علاقه بين اللي بتاكله وبتفطر بيه وبين الصداع اللي بيجي؟ نشويات، لو رجعت لنفسها هتلاقيها خدت لها واحد لسان عصفور ومعاها كوبايه قمر الدين. يعني انا افطر بالنشويات يجي لي صداع على طول؟ على طول. وفي ناس كمان يا دكتوره اللي ضغطها عالي وبتشرب عرق اسوس فبيعلي الضغط زياده. في حاجه مهمه جدا، تفاعل الادويه مع يا ناس ما بتحبوش بس انا بحبه. بس مريض السكر ممنوع، مريض اللي بياخد دواء للتجلطات ممنوع، الجريب فروت وممنوع، ممنوع عرق اسوس. في ادويه ممنوعه، مريض السكر والتجلطات ممنوع العرق اسوس، ادويه التجلط بيمنع تاثير الدواء والضغط العالي.